نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء في هذه الجوله من الان. قال الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج ان القياده السياسيه جاده وحاسمه في ملف تشجيع الاستثمار، مؤكدا ان المحافظه لن تتوانى في التعاون مع هيئه التنميه الصناعيه لخدمه المستثمرين، لافتا الى ان الدوله حريصه على الحفاظ على اولادها وحمايتهم وتحسين اوضاعها الاجتماعيه. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس اداره المناطق الصناعيه لمحافظه سوهاج في جلسته 126 برئاسه المحافظ وبحضور المهندسة نجلاء عبد العال الصادق ممثلا عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولفيف من مديري المناطق الصناعية وعدد من المستثمرين في المحافظة. إذن للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج. دكتور أحمد، نرحب حضرتك على إكسترا نيوز وصباح الخير، وبداية حدثنا عن هذا الاجتماع الذي يعقد، الاجتماع الدوري الذي يعقد اليوم. صباح الخير يا استاذ همام، وكل سنه وكل الشعب المصري طيب بمناسبه ذكرى الاسراء والمعراج. وطبعا الاجتماع ده ثالث اجتماع احضره بصفتي رئيس مجلس اداره المناطق الصناعيه. نعم. من ساعه التكليف السيد رئيس الجمهوريه بمحافظه سوهاج. طبعا فيه اهتمام والقاء ضوء قوي ودفع لعمليه الاستثمار في مصر، وده واضح من كل مستويات الدوله من اول القياده السياسيه نزولا بمجلس الوزراء وكافه اجهزه الدوله. فدايما بيبقى في اجتماعات بصفه دوريه علشان نقدر ندفع عمليه الاستثمار للامام. كان في امبارح الاجتماع ناقشنا فيه عمليه نقل الولايه لهيئه التنميه الصناعيه من المحافظه الى هيئه التنميه الصناعيه. الكلام ده ازاي يمشي بمخطط زمني منضبط، في رفع كفاءه العاملين في المناطق الصناعيه المختلفه الاربعه اللي موجودين حاليا في سوهاج، بالاضافه ان يبقى في استغلال امثل للاربع مناطق، يبقى معدلات التشغيل نقدر نوصل نعلي المعدلات من شهر لشهر، يبقى في طرق متابعه دقيقه لكافه الاجراءات اللي بتتعمل، يبقى في تنفيذ قانون الاستثمار بشكل جاد وحاسم على الجانبين، يعني يحاسب من يتقاعس في اتخاذ الاجراءات اللازمه لتراخيص ومنح قطع الاراضي المخصصه للاستثمار، ويحاسب برضو المستثمر الغير جاد في العمليه دي، عمليه سحب الاراضي او اتخاذ الغرامات اللازمه طبقا للقانون لما بيكرر. فكان لازم يبقى في اجتماع بيوضح هذه الامور وبيحط الامور على يعني مخطط زمني واضح الناس كلها تبقى عارفاه ويتم اعلانه في خلال اسابيع، عشان ده هيبقى موجود في كافه المناطق الصناعيه ونبتدي نروج للمناطق بصوره اكبر. بالاضافه ان احنا في طبقا لاحد المكونات الهامه في برنامج تنميه صعيد مصر في جزء يخص ترفيق المناطق الصناعيه ورفع كفاءتها، يعني توصيل المياه والكهرباء بصوره متكامله بنسبه 100%. الاعمال دي ابتدت، الاعمال الاستشاريه حاليا موجوده واسنادها للشركات المتخصصه شغاله يعني في اجراءات التنفيذ. فان شاء الله في خلال الاشهر القادمه تكون المناطق الصناعيه الاربعه جاهزه بصوره كامله علشان تبقى قادره على استيعاب حجم استثمارات كبيره. وده يعني بيؤكد ان الاستثمار هو يعني بارقه الامل في التنميه في صعيد مصر، علشان خلق فرص العمل وفتح فرص التصدير ويعني جذب استثمارات جديده، كل ده بيدفع عجله التنميه لقدام. سيادة المحافظ، حضرتك ذكرت ان في اربع مناطق صناعيه موجوده في محافظه سوهاج، وبالتالي هي من اعلى المحافظات التي يوجد فيها هذه المناطق. ازاي ممكن نجذب المستثمرين لان يتم ضخ استثمارات في محافظه كسوهاج؟ سوهاج من المعروف انها من محافظات الصعيد، وبالتالي من المهم او في اطار او في سياق خطه الدوله لتنميه محافظات الصعيد من المهم ان يكون هناك خطه او استراتيجيه تسويقيه استراتيجيه لجذب الاستثمارات سواء الداخليه او الخارجيه لمحافظات الصعيد وتحديدا محافظه سوهاج. سوهاج من المحافظات اللي فيها موارد طبيعيه يعني هامه جدا، يعني محافظه زراعيه في المقام الاول، فالصناعات المعتمده على الزراعه جاذبه جدا في محافظه زي سوهاج. وده بدا يعني احنا المنطقه الصناعيه في غرب جرجه احد الاماكن اللي جاذبه للاستثمار اللي من هذا النوع، الصناعه المعتمده على الانتاج الزراعي. وفي اراضي كتير بتزرع محاصيل زي الطماطم والبصل والعديد من المحاصيل اللي بتخش في صناعات مختلفه. احنا بنحاول نحسن حاله الطرق اللي موجوده اللي تربط المنطقه الصناعيه بالمناطق الزراعيه والروافد بقى الكبيره اللي هي شبكه الشبكه القوميه للطرق، علشان نحسن من عمليه الاستثمار.
كل دي مدينه زي جرجه او المدينه الصناعيه غرب جرجه بتتميز بده، مدينه ثانيه زي غرب طهطا بتتميز بصناعه الاساس ودي عاصمه الاساس الثانيه لمصر بعد دمياط، وهي منطقه واعده جدا بتعتمد على صناعه الاساس، وفي العديد من الورش اللي موجوده حاليا عايزين نزود جذب المستثمرين لفتح مصانع اخرى والصناعات المغذيه. برضه في منطقه اخرى يعني في منطقه الكوثر، دي من المناطق القديمه اللي في مصر من التسعينات من سنه 94 وهي موجوده وشغاله، فيها برضه صناعات متعدده وصناعات بتروكيميكلز وادويه والعديد من الصناعات. وكيف الاحياء والشرق برضه مناطق صناعيه برضه معتمده على الانتاج الزراعي، فاحنا بنحاول نحافظ على هويه المحافظه والحاجات النقاط القويه اللي موجوده فيها، ويبقى ده مشجع للاستثمار مع الاهتمام بالطرق وترفيق المناطق الصناعيه علشان الناس تبقى عندها ثقه ان المناطق الاستثمار في سوهاج هي مناطق جاذبه فعلا للاستثمار الحقيقي. يعني لا ادري اذا كانت وزاره التنميه المحليه او وزاره التخطيط هي التي تحدد المناطق الاستثماريه او حتى الفرص الاستثماريه في المحافظات، لكن بالتاكيد او هذا سؤال يعني هل لديكم او هذه الخطه المتعلقه بالاستثمار وبالفرص الاستثماريه يتم ترويجها، يتم توزيعها على المستثمرين في المحافظه؟ البرنامج تنميه صعيد مصر ده يعني اللجنه التنسيقيه الخاصه بيه دي بالاساس رئيس مجلس الوزراء وموجود فيه كافه الوزراء المعنيين، وزير التخطيط، وزير الاستثمار، السيد وزير التربيه المحليه، يعني كافه وزير الماليه، فالحاجات دي بتتناقش، وده الاستفاده القصوى من البرنامج احد المكونات الرئيسيه بتاعته هي الاستفاده من المناطق الصناعيه الموجوده واستحداث مناطق اخرى لو المناطق تم استخدام يعني استخدام كافه القطع الاراضي اللي موجوده فيها. فكافه الوزارات المعنيه بتبقى معانا خطوه بخطوه، وفي دراسه للتكتلات الاقتصاديه اللي موجوده في سوهاج، وهي اربع تكتلات اقتصاديه معتمده على المقاومات اللي موجوده في المحافظه علشان يبقى فعلا تتكلم في اجراءات واقعيه وفرص استثمار حقيقيه وليس مجرد قطع اراضي وخلاص، ويبقى المستثمر ما يبقاش عارف هو جاي يعني انهي نشاط هو اللي هيشتغل فيه. الحاجات دي معموله بخبراء اقتصاديين وخبراء استثمار يعني من جهات معتمده في مصر، وبيجوا المحافظه بصفه دوريه، كل ده طبقا لبرنامج يعني او مجريات برنامج تنميه صعيد مصر اللي بيرعاه السيد رئيس مجلس الوزراء ويتابع بصفه دوريه من وزاره التخطيط ووزاره التنميه المحليه. طيب حضرتك ذكرت انه هذا الاجتماع الذي عقد بالامس كان من بين اهدافه تحويل او دراسه تحويل الولايه لهيئه التنميه الصناعيه، أهمية تغيير هذه الآلية من المحافظة إلى التنمية الصناعية؟ هو ده طبقا لقانون الاستثمار الجديد، وده احنا بنطبق القانون يعني بإجراءات تنفيذية وخطوات واضحة، يعني كل شهر في مجموعة أنشطة بتتعمل خاصة بالعملية الإجرائية الخاصة بنقل المنطقة الصناعية من ولايتها للمحافظة إلى ولايتها لهيئة التنمية الصناعية. الفكرة في الآخر إن التنمية الصناعية هتبقى هي الهيئه المنوط بيها وضع الخطه الاستثماريه الخاصه بمصر، المناطق الصناعيه اللي موجوده في مصر كلها، بتبقى عارفه كهيئه عندها صوره كامله للمناطق الصناعيه في مصر بتوزيعها ايه والانشطه ايه موجوده في كل محافظه، ممكن يبقى في صناعات تكميليه ما بين محافظه واخرى او مناطق صناعيه متجاوره لو اللي بيسمح الحيز العمراني بهذا الكلام ويسمح الحيز الاقتصادي بهذا الكلام. ده مهم جدا علشان يبقى في تكامل ما بين المحافظات وبعضها و المناطق الصناعيه وبعضها، لو المحافظات بتتعامل بصوره فرديه في مناطقها الصناعيه ممكن يبقى في صناعات مغذيه لبعض وبتتكرر من غير ما يبقى فيها فرص استثمار حقيقيه، ولكن لما يكون في تخطيط متكامل ما بين المناطق الصناعيه ده بيعمل تشبيك المناطق ببعضها، وان المناطق بقت بتخدم على بعض، يعني المنطقه اللي في محافظه قنا بتخدم على منطقه سوهاج او العكس او اسيوط او المناطق المتجاوره، عشان نقدر نعمل تكتلات اقتصاديه حقيقيه تنفع العمليه الاستثماريه والاقتصاديه بصفه ايجابيه. يعني دكتور احمد بعتذر عن الاطاله، لكن يتبقى لي سؤالان تحديدا. السؤال الاول ما يتعلق بقانون الاستثمار الموحد، بالتاكيد وسهل من عمليات من اجراءات الترخيص للمستثمرين، هل طبقتم ذلك في المحافظه حاليا؟ بيطبق حاليا، وكان امبارح برضو من ضمن التوجيهات اللي قلتها في الاجتماع احنا هنبتدي نحط القانون والاجراءات المتبعه في عمليه الاجراءات لاي مستثمر هو محتاج اجراءات ايه واوراق ايه وخطوات تنفيذيه ايه بجدول زمني لان القانون محددها. الكلام ده هيكتب بصوره واضحه ويعلن في كافه المناطق الصناعيه
علشان المستثمر يبقى عارف ايه الخطوات اللي بيتبعها علشان من اول لما يقدم دراسه الجدوى ورغبته في الاستثمار في احد المناطق لغايه انتهاء الاجراءات بالكامل وتسليمه قطعه الارض المخصصه لده. هنا هنقدر نحاسب نفسنا، يعني نحاسب نفسنا كمنطقه صناعيه وهيئه تنميه صناعيه ومحافظه قدرنا نقوم باجراءاتنا في المدد المطلوبه، ونحاسب المستثمر برضه لو هو غير جاد في عمليه الاستثمار. السؤال الاخر دكتور احمد هو السؤال الاخير ما يتعلق باستفاده المواطن السوهاجي من هذه المناطق الصناعيه ومن هذه المشروعات، وما العائد الذي يعود على المواطن، وهل لديكم احصائيه بعدد ربما العماله الموجوده او العماله المستهدفه في هذه المناطق الصناعيه الاربع في محافظه سوهاج؟ العماله حاليا الاستفاده من المناطق الصناعيه الحاليه تتراوح من 30 ل 40% في الاربع مناطق بصفه يعني في مناطق 40% وفي مناطق 30 من 20 ل 30%. عشان كده بنقول احنا الاستخدام الامثل للاربع مناطق ما وصلناش للمستهدف بتاعه. متوقع والفائده المباشره اللي هتبقى واضحه بالنسبه للمواطن السوهاجي هو خلق فرص عمل متنوعه في هذه المناطق، لان اي مصنع هيتفتح هيحتاج عماله. العماله دي بنبدا بالعماله الهندسيه والعماله العاديه وكافة المستويات العاملين في المصانع. الجزء الثاني ان في فرص العمل الغير مباشره زي وسائل النقل، الصناعات المغذيه، يعني عمليه الاستثمار بصفه عامه بتعمل حراك اقتصادي كبير جدا، ليه اثر اجتماعي على المجتمع اللي شغال فيه او اللي موجود فيه، وبيعمل اثر ايجابي على الدوله بصفه عامه. فالفائده المباشره ان بقى في خلق فرص عمل نتوقع انها تتعدى ال 20,000 فرصه عمل اول لما تبتدي المناطق الصناعيه تبتدي تعلى في معدلات استخدامها. والفرص الثانيه هو خلق فرص عمل غير مباشره عن طريق الصناعات المغذيه اللي بتشتغل على المناطق الصناعيه اللي شغاله. الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وهذه المداخله، واعتذر مره اخرى على الاطاله. شكرا جزيلا.